أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نجمع بين قاعدة المشقة تجلب التيسير كما أخذت من حديث أخت عقبة، وبين قوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه؟ أن يطيع الله من غير مشقة شديدة، من نذر أن يطيع الله في غير مشقة شديدة. أما إذا كانت المشقة شديدة أو لا يستطيعها الإنسان فلا يلزم هذا. نعم.